الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشنو مفهوم النجاح؟ هل معنى النجاح أن الإنسان غني، عنده دراهم، عنده دار، عنده فيلا، ولا عنده طنوبيل، وعنده دراري، وعنده أملاك، وعنده خيرات، نقول عليه باللي نجح؟ هل هذا هو النجاح الحقيقي؟ فاحنا مؤمنين، احنا مؤمنين نعرفوا بلي كاين نهار، يجي نهار وين ننتقل من هذه الدنيا، نخلو كاع الشيء هذا، كاع نخلو الدراري، نخلو الدار، نخلو الزوجه، نخلو الاموال، نخلو كلش. واش راح يندو معنا؟ واش راح يندو معنا؟ ندو معنا الا العمل الصالح، الا ذكر الله سبحانه وتعالى ومن والاه. لذلك الله سبحانه وتعالى علق سبب النجاح والفوز بالمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالفلاح الحقيقي هو المداومة، بالمداومة على ذكر الله. نذكر الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، في قلوبنا، نذكر الله سبحانه وتعالى مع من حولنا، في الحومة، في الدار، في بيوتنا، مع أزواجنا، مع أبنائنا، مع جيراننا، مع أحبابنا، مع من نعرف ومن لا نعرف. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاطمئنان القلب وراحته بذكر الله سبحانه وتعالى في مختلف المواقع، في مختلف المجالس. ذكر الله سبحانه وتعالى يخليك دائما مبتسم، يخليك دائما مبتهج، يخليك دائما فرحان وسعيد في هذه الحياة الدنيا إلى سعادة الآخرة. هذا لا ينفي أننا نبتغي فيما آتانا الله سبحانه وتعالى الدار الآخرة، ولا ننسى نصيبنا من الدنيا، ولكن دنيا نريد بها رضوان المولى عز وجل، نريد بها طريقا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ثبت اللهم على الحق أقدامنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.